يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحياناً يلتبس عندي الفرق بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، فما هو الفرق؟ يا أخي توحيد الأسماء والصفات من توحيد الربوبية، هو قسم من توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله وبأسمائه وصفاته، نعم، هو قسم من توحيد الربوبية، لكن أفردوه لما كثر الكلام فيه من أهل الضلال، أفردوه جعلوه قسما مستقلا، نعم.